في واحد اسمه هوندا، وطبعا عارفين دلوقتي عربيات الهوندا. هوندا كان في وقتها كان لسه طالب في الجامعه، فجات له شركه تويوتا وطلبوا منه ان يعمل لهم موتور جديد اسمه بيستول موتور. راح المدرسه قعد فيها 3 سنين، وعايزكم تعدوا معايا عشان يبقى قد ايه الراجل ده كان عنده صبر خطير. 3 سنين عمال يجهز في الموتور. اول ما طلع من الجامعه وقدم لهم الموتور ما وقفوش عليه لانه كان لا يتماشى مع طلبات تويوتا، فرجعوا تاني المدرسه وطبعا الناس ضحكت عليه كالعاده، وقعد 2 سنين، فدي 5 سنين. واخيرا جهز الموتور وتوافق عليه من تويوتا، ولكن رفضته الحكومه اليابانيه. اخذ منهم 3 سنين، دلوقتي 8، 3 سنين عشان يقدروا، عشان يخليهم يوافقوا. قدموا طبعا البرنامج اكتر من مره، اكتر من مره، اخيرا وافقوا عليه. لما وافقوا عليه بعد 8 سنين ما كانش عندهم فلوس كفايه عشان خاطر يقدروا يشغلوا المشروع. اخذوا 3 سنين لما جمعوا الفلوس وقدروا يشتغلوا المشروع، ادي 11 سنه. وبعدها اخذ 3 سنين تانيه في الانشاءات، ادي 14 سنه. بعد 14 سنه اتبنى المشروع. في خلال الحرب العالمية الثانية المشروع بتاعه والمصنع بتاعه اتضرب 3 مرات وخسر كل شيء. وصلنا لكام سنة؟ 14 سنة. 3 سنين تانيين لما جمعوا كل حاجة وبنوا المصنع تاني من الأول وجديد، تفتكر حصل إيه؟ حصل زلزال فقط في مصنعه هو بالذات. يعني أي واحد تاني كان لك ده إيه النحس ده؟ هو ما فيش إلا أنا. يعني بص تلاقي أخذ الوقت ده كله 17 سنة ولما بنى المصنع ضربوا زلزال. دلوقتي أي حد تاني غير الراجل ده أو غير هوندا كان قال لك يعني خلاص كفاية، أنا زهقت وتعبت واستنيت كتير. لكن هو عمل إيه؟ أخذ الموتورات اللي عنده، اللي هي الموتورات عملها كانت موتورات صغيرة، وأخذ واحد منهم وراح شابكه في بسكليتة، في عجلة، فبدأ يمشي بالعجلة وجنبها موتور. فطبعا جيرانه لما شافوا الكلام ده، ممكن تعمل لنا واحدة؟ جاره التاني وجاره التالت وجاره الرابع. وصل لمرحلة في أقل من أسبوع كان عنده 28 طلب، أكنها شركة. فهو اللي عمله بعت التصميم وراح حطه على ورقه وبعته ل 2000 شركه من شركات السيارات في اليابان. ردوا عليه 10%، يعني حوالي 200 شركه، قالوا له احنا مستعدين ندعم المشروع، مستعدين نصرف عليه. الكلام ده كان طبعا اخذ منه وقت خطير جدا عشان خاطر يقدر يظبط المشروع ويعمل اول حاجه اسمها الموتور سايكل، هو الموتوسيكل اللي احنا عارفينه دلوقتي. لما الموتوسيكل اتعمل كان كبير جدا وكان شكله وحش، قعد يشتغل فيه شويه اكتر واكتر واكتر لغايه ما طلع الموتوسيكل الحقيقي دلوقتي. وجات له من امبراطور اليابان جات له جايزه احسن تصميم واحسن اختراع في وقتها، من راجل قعد يشتغل اكتر من 25 سنه في حاجه واحده بس، ولا زال برضه مش عايزه تخرج. تخيل الصبر بتاعه. وبعدين اخيرا بدا يخش في العربيات. النهارده سيارات الهوندا تعتبر ثاني شركه انتاج في السيارات في اليابان، والنهارده حتى في الولايات المتحده اصبحت من الشركات المعروفه كويس جدا وفي العالم كله منتشره، وفي شركاته في لا يقل عن 120 الف بني ادم بيشتغلوا في شركات واحد، لانه عرف معنى الصبر. هل هوندا كان عنده امل؟ طبعا كان عنده هدف واضح، كان عنده دوافع، كان موجود الدافع، كان عنده طاقة، كان بيشغل الطاقة باستمرار. بعد كده كان عنده مهارة، كان بيتعلم كل يوم عشان يوصل نفسه للمهارة. هل حطها في الفعل؟ طبعا حطها في الفعل. هل توقع توقعات إيجابية؟ واضح. هل كان ملتزم؟ ما كان ملتزم، وصل لغاية 30 سنة بس كان عنده صبر. لازم يوصل لمرحلة الصبر، لأن في ناس كتير يقولك أنا صابر، يفضل قاعد صابر من أول مرة، هيصبر كتير لأن مفيش حاجة هتحصل. لازم يكون عندك هدف وتحطه في الفعل، ساعتها الصبر يجي بعدين. في ناس كتير يقولك ده حظه كويس، والله الناجحين حظهم كويس. طبعًا الناجح يبقى حظه كويس، حظه كويس ليه؟ بيصحى بدري، عارف هو عايز إيه، بيتحرك، لو وقع يقف تاني، لو وقع يقف تاني، لو وقع لغاية ما يوصل لأهدافه، وبعدين تقول عنده حظ في الآخر. زي ما واحد يقولك إديني حظ وارميني البحر، هرميك البحر، ولما بتعرفش تعوم السمك هتعشى كويس. فلازم تبقى عارف ان في مهارات لازم تستخدمها، في قدرات لازم تعرفها، لازم تحطها في الفعل، ولا يبقى مجرد حلم وخلاص. عشان كده هقول قصه ثانيه. واحد اسمه جون دي داربي. الراجل ده كان عايش في تكساس، وكان عارفين ان هم بيلاقوا ذهب في اماكن من الاماكن هناك. راح بايع كل شيء، اخذ كل فلوس الناس اللي حواليه سواء اصدقائه او زوجته او ناس يعرفها، وراح مجمع مبلغ واشتروا عربية كبيرة واخد ناس متخصصين وراح رايح هناك يدور على الذهب. قعدوا يشتغلوا شهر بحاله، بعد الشهر ده ما لقوش ولا حاجة، بدأ يفقد الأمل. وبعدين أخيرا قال لك حاول كمان 10 أيام. وهم بيحفروا لو أول عرق في الذهب، فاشتروا عربيات كتير، كان فرحان جدا واستلف أكتر. اللي حصل إنه بمجرد ما فيش يومين العرق اختفى بتاع الذهب، فجاله إحباط وباع كل شيء لحد بيشتري الحاجات. عارفين الحاجات سكند هاند اللي هي حاجات بتشتريها
عشان مستعملة، حاجات مستعملة، وبعدين مشي في حاله. تعال نرجع للشخص اللي هو اشترى الحاجات دي. الراجل اللي اشترى كل المعدات دي قالك اسمع انا عندي المعدات دي كلها، طب ما اجرب، انا هخسر ايه؟ عمل اول حاجة صح، راح معين خبير، عين انسان عارف بالظبط هو بيقول ايه. الشخص قال له تعرف عموما عرق الذهب بيمشي حوالي متر وبعدين يحود نص متر وبعدين يروح متر بالشكل ده، وبعدين تلاقيه بطريقة في منتهى السخاء، وعملوا نفس الشيء ولقوا الكلام ده كله، والراجل اصبح ملياردير لانه كان عنده صبر. تعالى يرجع بقى الراجل اسمه داربي، بدا يشتغل في شركات التامين وبدا يبيع بوليصات تامين على الحياه. ايه اللي حصل؟ قال لك انا عندي شعار وكان كاتبه في شركاته اللي هي بعد كده طلعت اسمها نيويورك لايف، دي شركات حقيقيه، مكتوب في داخل الشركه بسبب عدم صبري نص متر كنت جنب الذهب، كنت جنب الثروه، لكن عشان ما كنت صبور بعد كل الشغل اللي عملته، بعد كل الفلوس اللي استلفتها، بعد كل المعدات اللي اشتريتها، ومع ذلك برضو نص متر بس. عشان كده ممكن تبقى انت قريب جدا من انك تحقق اهدافك ومع ذلك تسيبها. في ناس قريبين جدا يكون خلاص يتجوز وحياته ماشيه كويس جدا، لكن بعدم الصبر يفترق وينفصل. في ناس تفتح شركات عدم الصبر يفشل. في انسان يبدا في جامعه معينه وبعدين عدم الصبر يسيبها بسبب عدم الصبر. الناس بتتعب جدا. اما اشوف طب انا اجيب ازاي الصبر وازاي ممكن اعمله؟ كل انسان فينا صبور، صبور لدرجات معينة. انت صبور في شيء ولكن مش صبور في حاجة تانية. هسألك سؤال، هل تفتكر امهاتنا كان عندهم صبر كفاية عشان احنا نمشي؟ ولا تفتكر مثلا حد والدته قعدت مع والده وقالت له شوف بقى الواد محمد ده هنعلمه لمدة اسبوع يمشي، لو ما مشيش طز فيه. هتلاقي كل حياتنا ما حدش ماشي، لان الام عندها قدرة لصبر خطير، ان مهما تقع مهما تقع مهما تقع وراك لغايه ما تمشي. مظبوط الكلام ده؟ جاب الصبر ده منين؟ الصبر ده جواك، ملتزم جواك. فالام تلاقيها ملتزمه لاولادها. عندنا الصبر، انت نفسك عندك صبر كتير. ممكن يكون حد مثلا مديرك او اقوى منك في الشغل، مهما قال لك هتكون صبور لانك ما عندكش قدره عليه. انت ممكن تكون صبور في الحاجات اللي في ايدك. عشان كده بقول لك باستمرار الصبر بيديلك قوه رائعه. انت عارف لو انت عندك حكايه الصبر دي بس لوحدها، تعال بص في القران، في القران الكريم، تبص ربنا سبحانه وتعالى بيقول وبشر الصابرين، ان الله يحب الصابرين. دي فيها حب، دي فيها بشره. ده كلام خطير، كلام كبير. لو بص ربنا سبحانه وتعالى بيحب الصابرين. تعال نشوف ستنا هاجر جالت من الصفا للمروه كم مره؟ سبعه، رايحه جايه، وبعدين في الاخر ربنا سبحانه وتعالى اداها الهديه. ما كان ربنا سبحانه وتعالى كان قادر يديها لها من اول لحظه. هل كان عندها دوافع؟ كان عندها طاقه؟ كان عندها مهاره؟ كانت عارفه عايزه ايه؟ طبعا كانت عارفه عايزه ايه بالظبط، ولكن كان لازم تصبر، كان لازم تجري. تعال شوف بالنسبه سيدنا نوح عليه السلام. سيدنا نوح عليه الصلاه والسلام لما تيجي قعد في الصحراء عمال يبني مركب، يعني الناس اللي رايحه جايه تقول لك ولا في ميه ولا في حاجه، هو بالصبر بالصبر بالصبر، واخيرا نزلت تنزل الميه والناس يقول الله النهر ده جاي منين؟ الصبر الانبياء، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صبر، اولاده كلهم ماتوا. تبص تلاقي الصبر والصبر. فلما تيجي تتكلم في الصبر لازم تكون الاول عملت المجهود الكافي. هل انت عندك دوافع؟ انت بتقول لي انت عايز تحقق امالك واهدافك واحلامك في الحياه. طب عشان خاطر تحقق املك في الحياه، انت عارف ايه هو الامل ده؟ اولا لازم تكون عارف ايه هو الهدف اللي عندك. طالما عندك الهدف وبتكتبه وعندك رغبة أن تحققه وعندك قررت أن أنت فعلا تقول أنا قررت من أول اليوم أن أنا فعلا أحدد وأحقق أهدافي، وعن طريق العقل الواعي وعن طريق العقل اللاواعي. وفي حلقات في المستقبل إن شاء الله هنتكلم مع بعض إزاي ممكن الواحد يحقق أهدافه عن طريق العقلين، الواعي واللاواعي. والحاجات دي في منتهى البساطة جدا، تعرف قد ايه قدرات العقل الواعي وقد ايه قدرة العقل اللاواعي، وازاي ممكن تستخدمهم الاثنين انك تحقق فعلا اهدافك. بس قبل كده لازم تكون جاهز بمفاتيح النجاح. فاتكلمنا في الدوافع، وعرفنا الدوافع الداخلية اهم كتير جدا من الدوافع الخارجية او دوافع المعيشة. اتكلمنا في الطاقة البشرية، وعرفت عشان يكون عندك طاقة لازم تتنفس مظبوط، لازم تحرك جسمك مظبوط، لازم تفكر بطريقة إيجابية، لازم تاكل الأكل اللي هو يتماشى مع جسمك، ولازم تشرب مية كتير، ولازم تلعب ألعاب رياضية، ولازم تعمل الحاجات دي عشان يكون عندك طاقة باستمرار. وبعدين اتكلمنا في المهارة، وقلت لك لازم تقرا على الأقل 20 دقيقة كل يوم. ولما تقرا 20 دقيقة كل يوم اتكلمنا لازم اسمع أشرطة سماعية، اتفرج على أشرطة بصرية، انزل روح محاضرات بنفسك، تبص تلاقي الحاجات دي كلها بتطلعك.
اكتر واكتر واكتر. بعد كده لنفسك دخلت في الفعل. لما تخش في الفعل ما تخافش من انك تخش في الفعل وتفشل، لان لا هناك، لا يوجد هناك فشل، فقط خبرات وتجارب. وبعدين في الفعل هيكون في خوف، هيكون في صوره ذاتيه، هيكون في مماطله، ما كل دي تحديات. لكن مجرد ما تبقى عارف هدفك والهدف واضح وصريح بالنسبه لك وعندك اسباب اللي عايز تحققه، ما فيش حد في الدنيا ممكن يوقفك من تحقيق اهدافك. دلوقتي لما نيجي بعد كده ونتكلم في الالتزام، ما انت توقعت الاجابه وملتزم تماما بعد كل ده. انا شفت ناس تعمل كل ده وبعدين يروح سايب، مع انه كان يا دوب حاجه بسيطه عشان الباب يتفتح له. دكتور نورمان فينسنت بيل اللي هو عمل مجموعه التفكير الايجابي قال لك لو معاك مجموعه مفاتيح وعاوز تفتح باب، هتلاقي ان اخر مفتاح هو اللي يفتح الباب. لما تفكر فيها معنى كده، انت معاك مفاتيح عمال تفتح تفتح، كم واحد هيستنى لغايه اخر مفتاح؟ لو كانوا 100 مفتاح، لو كان اول 10 15 ما فتحوش هتسيبهم وتمشي. لكن الانسان اللي عارف مهما حصل برضه هجيبها، مهما حصل برضه هجيبها. انت عارف انا بتكلم على موضوع الصبر وازاي ممكن نتعلمه. ما احنا اتعلمنا كل حاجه من صغرنا، وهتكلمكم بعد كده بقوه التحكم في الذات. اتعلمنا من الاب والام، اتعلمنا من المدرسه، اتعلمنا من الاصدقاء، اتعلمنا من ناس كتير. فانا ممكن اتعلم الصبر، ممكن اتعلم الصبر من حد. خليك حد قريب منك، شوف انت مثلا مين قريب منك ممكن يعلمك الصبر، مين قريب منك ممكن يعلمك الصبر. لو انت مثلا عندي صديق عنده صبر مش معقول، او عندي مدرس عنده صبر مش معقول، او والدي عنده صبر، او والدتي عندها صبر، او اي حد من الناس القريبين منك، دي حاجه انا هعلمها لك اسمها مولد السلوك الجديد. مولد السلوك الجديد ازاي تولد سلوك جديد انت محتاجه؟ عشان كتير جدا من الناس يقول لك انا مش صبور. يعني ايه انت مش صبور؟ انت لما بتاكل هل بتجبر معدتك انها تهضم في دقيقتين؟ ما انت لازم يكون عندك صبر داخلي. لما بتتنفس وبيخش الرئه وبعدين يروح المخ، معظمه تبص ليه يتوزع في الجسم وفي الاكسجين موجود في المخ اساسا، بتجبره. كل حاجه بتاخد وقتها وكل حاجه بتاخد وقتها. الام بتولد في 9 اشهر مخصوص صبر عشان كل حاجه تتكون في وقتها المظبوط. ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا في 6 ايام، عارف ازاي؟ عشان يدينا ان احنا نفكر ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا يعملها في لحظه. عاوز يورينا ان كل حاجه لازم تاخد وقتها، كل حاجه لازم تاخد نظامها. في طفل كان مع ابوه وكانوا طالعين في الاسانسير، طالعين برج عالي. بعدين الابن بيكلم ابوه: بابا الاسانسير مش عايز يجي، ما تيجي نعمل حاجه ثانيه. الاب قال له: في طريقتين عشان توصل بيها للنجاح. الاولانيه ان انت تستنى الاسانسير ده وتطلع مره واحده، وهتستنى كتير، هتستنى في الطابور. والثانيه انك تطلع على السلالم وتطلع سلمه سلمه. قال له: ايه رايك؟ فالابن قال له: اطلع اخد الاسانسير. قال له: طب ايه رايك تيجي نجرب السلالم؟ قال له: تعالى نجرب السلالم. طب ليه نجرب السلالم؟ قال له: ان هو ده النجاح اللي يوصلك لتحقيق اهدافك. سلمه سلمه، كل سلمه بتوصلك للسلمه اللي بعدها. لما بتاخد اول خطوه بتوصلك للخطوه اللي بعدها. وانت ماشي لازم تاخد خطوه وبعدين اللي بعدها وبعدين اللي بعدها، فتوصل للهدف او توصل المكان اللي انت عايز تروحه. يعني معنى كده كلمه الصبر كلمه خطيره جدا، كلمه في منتهى القوه، بس لازم تيجي بعد ما تعمل المجهود. فاولا فكر معايا، يا ترى ايه هو هدفك؟ يا ترى ايه هو حلمك؟ هل انت من النوع اللي عندك صبر، ولا انت من النوع اللي بيقول انا ما عنديش صبر؟ ولما عندك صبر، ما عندك صبر في ايه في التحديد؟ مش عايزك تعمم تقول انا غير صبور، لان هتلاقي عندك صبر في حاجات كتير وما عندكش صبر في حاجه ثانيه. اقول لك حاجه، انا لما اول ما سافرنا على كندا، وبعدين زوجتي ربنا رزقنا ببنتين توأم، وطبعا اؤكد لك في منتهى الصعوبه راجل يربي بنات او يربي بيبيهات. فطبعا زوجتي كانت بتشتغل الصبح وانا كنت بشتغل بالليل، كنت بشتغل في مطعم، وجبنا بنتين توأم، فانا كان لازم اربيهم وما عنديش فكره اربي ايه ولا اعمل ايه. وعايز تتعلم الصبر، اللي عنده اطفال طبعا عارف كويس جدا يعني ايه الصبر، فلازم تتعلم الصبر. فكان لازم اغيرهم ولازم اوكلهم، ولما توكلها تطرش عليك وتبهدلك وتوسخك تاني، لازم تلبسها تاني من الاول وجديد. وبعدين كان كل خطتي ان انا احط لهم المخده وراهم واحط لهم البيبرونه عشان يرضعوا هما الاثنين، وبعدين الخطه نمره 2 ان تشيلها وتخليها تتكرع عشان خاطر ما يجيلهاش غازات داخليه تروح منزله كله عليك وتروح انت متبهدل من الاول وجديد. فكانوا شغالين على كده. فاهدافنا لدرجه في الاخر تقول انا جبت الصبر ده منين؟ مش معقول اكتر من مره تمسكهم هما الاثنين وتروح جنب، تروح على البلكونه وتفكر اوديهم فين دول، لكن توصل لمرحلة الصبر. هقول لك حاجة، هل عمرك درست مثلا حاجة وعارف ان اهدافها رائعة بالنسبة لك وكان عندك صبر؟
طبعا هتلاقي عندك صبر في حاجات كتير. طب لما انت عندك صبر بطريقه معينه عملت ايه؟ فكرت ازاي؟ استخدمت حواسك الخمسه ازاي؟ رحت فين بالصبر؟ كل واحد فينا عنده صبر معين. تقول لك مثلا انا خلصت الدراسه بتاعتي، خلصتها ازاي؟ استعملت حواسك الخمسه ازاي؟ يا ترى قلت لنفسك ايه؟ يا ترى فكرت ازاي؟ اتحركت ازاي؟ لان عارف كل حاجه بنستعملها بحواسها الخمسه ليها استراتيجي، فممكن جدا اول حاجه جت في بالك كان صوت داخلي عشان يدعمك، الحاجه الثانيه كان احاسيس، الحاجه الثالثه كانت صوره معينه انت شفتها، لان الانسان بيفكر بالصور. فعارف ده موضوع لذيذ جدا من ضمن موضوعات البرمجه العصبيه بنسميه الشكليات الثانويه. ازاي ممكن تستخدم حواسك الخمسه في حاجه فيها صبر معينه وتحطهم في حاجه ثانيه حاسس ما عندكش فيها صبر؟ وممكن تبقى عندك صبر. خليني اعلمك مولد سلوكي جديد. جاهز؟ خد بالك انا هعمل ايه بالظبط، لان دي حاجه بسيطه جدا جدا ولكن ممكن تساعدك بطريقه رائعه ازاي ممكن يكون عندك صبر. اول حاجه عايزك تعملها، عايزك تفكر في مثل اعلى. مهما كان الشخص، سواء موجود هنا او مش موجود هنا، سواء حد عندك في العيله او من الاصدقاء او من المدرسين او من الناس المشهورين او حتى ناس من التاريخ او من الانبياء، زي ما انت عايز. فكر في شخص تعرفه عنده صبر رائع ونفسك يكون عندك نفس الصبر ده. اجي اول خطوه، عايزك دلوقتي تفكر، انت طبعا فكرت في الشخص، عايزك تبقى قاعد في مكانك واعصابك وشعورك عاديه جدا، يعني بتفكر فقط في حاجه انت عايزها. دلوقتي عايزك تفكر ان قدامك زي ما يكون حائط من الزجاج في خرام، يعني معنى كده ممكن تشوف اللي بيحصل وراه، ممكن تسمع اللي بيحصل وراه. خد بالك انا هعمل ايه اول خطوه، على فكره دي من اقوى الاساليب في التنميه البشريه، اسمه مولد سلوكي جديد، ومن اقوى اساليب البرمجه اللغه العصبيه. ان انت عاوز سلوك ما عندكش، عاوز ثقه، عاوز صبر، عاوز قوه، عاوز استرخاء، بده ممكن توصل للمرحله دي. خليك معايا تاني، فكرت في النموذج، وانت بتفكر في النموذج جبت النموذج ده، جبت الشخص ده وفكرت فيه، ممكن يكون اي حد مهما كان، سواء صديق او من العيله او من اي حته او من التاريخ، او عايز تفكر في حد لو تقدر طبعا، حد من الانبياء، وتتخيل القدرات بتاعت الصبر بتاعه. فانا عايزك تفكر في النموذج، ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه عايزك تفكر او تتخيل ان قدامك حيطه، الحيطه دي من الزجاج، يعني زي ما بقول لك ريال بريكس جلاس، ممكن تشوف وراها وفيها خرام عشان تسمع اللي بيحصل ورا. دلوقتي عايزك تاخد النموذج ده وحطه ورا الحائط ده، وعايزك تحط النموذج بتاعك، حطه في موقف انت نفسك ما عندكش صبر فيه. عايزك تحطه في موقف انت نفسك ما عندكش صبر فيه، يعني مثلا تقول انا ما عنديش صبر مع حد من الناس، انا ما عنديش صبر مع زوجي، ما عنديش صبر مع زوجتي، ما عنديش صبر مع اولادي، ما عنديش صبر في العمل، ما عنديش صبر مع حد من الناس معين. عايزك تحط النموذج بتاعك او مثلك الاعلى، حطه في موقف وهو بيتعامل مع شخص بهذا الاسلوب، ومن هنا شوفه بيتصرف ازاي، اكنك بتتعلم حاجه جديده من مثل اعلى. شوف مثلك اعلى بيتصرف ازاي، بيفكر ازاي، بيتحرك ازاي، بيتنفس ازاي. يا ترى شخص بالمنظر ده يكون بيقول لنفسه ايه؟ يكون بيتصرف ليه؟ بيتصرف كده يعني ايه خطته؟ خد بالك هعمل ايه دلوقتي، عايزك تفكر او تتخيل زي اكنك بتبعت له مرسال، اكنك شايف نفسك هناك ورا الحيطه جنب المثل الاعلى، وانت بتتعلم منه كل شيء بالتفصيل بالتفصيل، حركاته، تخيلاته، كل حاجه بالتفصيل، لغايه ما تتعلم كل حاجه تماما منه. خلي المثل الاعلى يمشي بقى جزء منك هناك، هو اللي عنده الخطه. دلوقتي عايزك تقيم وتعدل لغايه ما تظبط جزء منك هناك، يبقى انت بالظبط باللي انت عايزه، وبعدين خليه يرجع لك تاني وينضم عليك، خليه يرجع لك تاني وينضم عليك، خليه يوهلك تاني والاول وجديد. وعايزك تحس باللحظه دي. طبعا مولد سلوكي جديد دي حاجه جديده بالنسبه لك، وحاجه جديده يمكن اول مره حد يتكلم فيها في التلفزيون. اولا عايزك تفكر في مثل اعلى، اجي اول حاجه، المثل الاعلى عايز تتعلم منه الصبر. ثانيا عايزك تفكر انك قاعد في مكان واعصابك وشعورك عاديه جدا، بس فقط بتفكر في المثل الاعلى. دلوقتي قدامك حيطه، الحيطه دي من الزجاج، ممكن تشوف من خلالها وفيها خرام عشان تسمع اللي بيحصل. ليه حطينا الحيطه دي؟ عشان تفتكر باستمرار انك في ضمان وامان تام، وشعورك واحاسيسك عاديه جدا. دلوقتي ورا الحائط عايزك تاخد مثلك الاعلى، وعايزك تحطه في موقف معين. الموقف ده انت عارف ان عندك تحدي فيه، ممكن يكون شخص ما بتعرفش تتعامل معاه، ما عندكش صبر معاه، ممكن يكون زوجه، او ممكن يكون العكس، او ممكن يكون ابنائك، ممكن يكون حد في العمل، اي حاجه. وحط المثل الاعلى في الموقف ده وشوفه بيتصرف، هيتصرف ازاي. طبعا بيتصرف بطريقه مختلفه تماما عنك، وتعلم منه كل حاجه بالتفصيل، وبعدين ابعت له مرسال اكنك بتبعت له جزء منك، بتشوف نفسك هناك وانت بتتعلم منه.
لغايه ما تتعلم منه تماما. خلي المثل الاعلى يمشي وبعدين انت قيم في جزء منك هناك وعدل فيه زي ما انت عايز بالظبط، وبعدين خليه يرجع لك وينضم لك. وهو بينضم لك عايزك تحس باللحظه دي، لان انت خدت استراتيجي فيها الصبر. دلوقتي اي صبر، اي انسان صبور يكون بيعمل ايه؟ بيفكر ازاي؟ بيتنفس ازاي؟ بيقول ايه لنفسه يا ترى؟ وفي حاجه عايز تتعلمها اسمها التخيل الابتكاري. فدلوقتي وانت قاعد، طبعا لو انت في السياره مش هينفع الكلام ده، فلازم تكون قاعد ومرتاح تماما، مش تسجلها على شرايط وبعد تسمعها في السياره، لا مش هينفع، انا هتغمض عينيك دلوقتي. عايزك تغمض عينيك وتتخيل او تفكر نفسك في مواقف صعبه وانت بتحلها مع اشخاص مش عارف تتعامل معاهم، وانت بتتعامل معاهم بصبر تام. ده اسمه التخيل الابتكاري، اسمه التخيل الابتكاري. يعني ايه التخيل الابتكاري؟ اول واحد اتكلم في التخيل الابتكاري الراجل ده كان اسمه ايميل كوي، كان دكتور، هو سويسري، وكان بيقول للناس بتقول المرضى بتوعه كل يوم في كل مكان في كل وقت انا بتحسن لاكتر واكتر واكتر، ويفرجهم على حاجات تضحكهم. نسبه نجاحه زياده عن العادي كانت 24%، ولكن مؤسسه الاطباء في وقتها ما وافقوش لان طريقه غير اكاديميه وطردوه. بعدها ب10 سنين في واحد اسمه يوهانا شولتز، الراجل ده الماني، قال لك مش معقول ده انا هنا عندي 24% مره واحده، مش ممكن اسيبهم، ده مش 1% ولا 2، دول 24%. فاخد النتيجه دي وبدا يشتغل عليها وزود عليها حاجه اسمها التنفس الاسترخاء والتخيل الابتكاري. معناها ايه؟ خلى المرضى يتنفس لدرجه الاسترخاء ويتخيل نفسه وهو باستمرار بينجح، هو باستمرار بينجح. اللي حصل اليابانيين اخذوها وبداوا ينفذوها في الاداره، يخلي الاداري نفسه يفكر وهو اعصابه مرتاحه، يفكر وهو بيتخيل كل حاجه وهي بتحصل قدامه اكنها في الحقيقه بالظبط، وكانت نتيجه رائعه. عارفين حكايه التخيل الابتكاري كانت نتيجتها ايه؟ ناديا كومينيتشي، البنت اسمها ناديا كومينيتشي اللي كانت بطلة العالم في الجمباز بسبب الاسترخاء والتخيل الابتكاري. يعني انت لو عايز استرخاء ريح نفسك، غمض عينيك، شوف نفسك في موقف عاوز تحله، شوف نفسك والموقف صعب وانت بتحله. لو عاوز صبر اعمل نفس الطريقه، غمض عينيك، حط نفسك في مواقف معينه وشوف نفسك وانت عندك صبر. بالطريقه دي بيحصل ايه؟ عملت مرن ذهنك انك تتعلم ازاي تكون صبور في مواقف معينه. ايه اللي بيحصل لشخص يفقد اعصابه او ما عندوش صبر؟ لانه اتبرمج بطريقه معينه يتصرف باسلوب معين طول عمره، فلما يتحط في الموقف يتصرف بسرعه جدا. لكن انت مجرد ما تغمض عينيك وتشوف نفسك في المواقف دي وانت بتحلها مقدما، لما تروح هناك تلاقي مخك اتعود عليها مقدما. لما تروح هناك حتى لو غلط بس عندك تفكيرين، عندك التفكير القديم وتفكير الجديد، ومع الوقت كل ما تعمل تفكير اللي هو التفكير الابداعي او التخيل الابتكاري هتلاقي نفسك مع الوقت عندك الحاله اللي انت عايزها بالظبط. عايز يكون عندك صبر، مفيش اي مشكله، غمض عينيك، شوف نفسك في مواقف صعبه مع حد ما عندكش بيه صبر، مع اولادك، مع اصدقائك، مع حد في العمل، اي انسان معين تحس انه بيغضبك او بيضايقك، وشوف نفسك وانت بتحلها وعندك صبر تام. ركز فقط على الرساله اللي بيقولها لك الشخص مش على السلوك. لما تخش في السلوك هتخش معاه بسلوك تاني، والسلوك لا يزيد عن 7% في الاتصال مع الاخرين. ركز على الرساله، حد بيقول لك كلمه معناها ايه بالنسبه لك؟ ايه الرساله؟ عاوز تقول لي ايه؟ عاوز توصلني لايه؟ فلما تعرف الرساله خش معاها في الاتصال في الرساله، هتلاقي نفسك اتعلمت ازاي تتصل بالاخرين بتوافق، مش مجرد بتخش في سلوك. واحد يقول لك انا عصبي جدا، يعني ايه عصبي؟ فكر فيها، يعني ايه عصبي؟ عصبي يعني نص مجنون، يعني جهازه العصبي كله بايظ. وطبعا لما تيجي تبص واحنا صغيرين كانوا يفتخروا بينا واحنا عصبيين، ابني عصبي، الولد فرحان، اه طبعا انا عصبي، قال يعني الولد مش مهندس ولا دكتور؟ لا عصبي، الولد عصبي، واحنا فرحانين لما كانوا الولد عصبي، انا افرح قوي، انا بابا، الله ده انا زي بابا بالظبط، كلنا عصبيين. مش عارف ان عصبي يعني نص ضايع، نص مجنون، والنص الثاني هنكمله لما نكبر احنا لوحدنا. يبقى الشخص ماشي مش متزن، لما يجي يتكلم كده مش عارف راسه من رجليه. عشان تكون متزن تماما ابدا من اول يوم تقول انا قررت ان انا اكون احسن شيء في حياتي، قررت من اول اليوم ان انا افكر باسلوب جديد عن الاسلوب القديم، الاسلوب القديم والعصبيه. شوف بيحصل ايه؟ انت واحد بيتنرفز وبيتكلم بعصبيه يقول لك انا عصبي ما عنديش صبر، شوف بيحصل له ايه؟ طبعا المخ لازم بيزود ضربات القلب، قلبك بيدق 100,000 مره في اليوم، لو زاد 0.5% تخيل قد ايه؟ تنفسك، ضغط دمك بيعلى، بتوصل لحاله اسمها فايت اور فلايت. يعني ايه؟ لما تهجم
يا اما تهرب. لو حد تقدر عليه هتهجم عليه، لو حد ما تقدرش عليه هتهرب وتزعل وتغضب نفسك، وجهازك العصبي شغال بجنان، وجهاز المناعه وجهاز الليمفاوي عمال يدافع عنك في حاجه خايبه عشان حد قال لك يا غبي ولا كلمه فارغه خالص. واطلاقا معنى ايه الكلمه دي؟ معنى ايه الكلمه دي؟ ولا حاجة إطلاقاً. فلما تقول أنا عاوز أتعلم وقررت من اليوم أن أنا أكون عندي صبر، لأن أنا عندي هدف وعندي أمل وعندي حلم وعايز أحققه إزاي وأنا ما عندي الصبر؟ أول ما أوصل خلاص حقق حاجة أروح سيبها، عاوز أعمل حاجة أروح سيبها. المهم تبدأ في مكان ما وما تسيبهاش إطلاقاً لغاية ما تحققها، وهتلاقي نفسك داخل في الصبر. التخيل الابتكاري، افتكر باستمرار خصوصاً قبل ما تنام. خلي آخر صورة تبني عليها وابني عليها عقلك اللاواعي قبل ما تنام خصوصا هي قدرتك على الصبر. وافتكر باستمرار زي ما قلت لك قبل كده، وانت بتاكل لازم تصبر، لان المعده هتاخد وقتها، مش هتجبرها تاكل على كيفك وفي الوقت اللي انت عايزه، هي حاططها براحتها. خد بالك لو انت بتتعصب او تلاقي يقول انا ما عنديش صبر او انا تعبان نفسيا، بيحصل ايه؟ بيحصل ان في احماض بتخبط جدار المعده من بره، والانسان اللي هو مش صبور ما بياكلش صح، فالمعده طبعا بياكل بسرعه وياكل اي كلام، فالمعدة ساعتها بتطلع أحماض عشان تهدم كل صنف من أصناف الأكل. يعني عندك أحماض من بره وأحماض من جوه، وبعدين يجي لك التهاب في جدار المعدة، وبعدين تبقى متفتح تماما ومفتوح تماما لكل الأعراض اللي ممكن تيجي لك بعد كده. عشان كده بقول لك الصبر مهم جدا عشان تقدر توصل تحقق أهدافك وأمالك في الحياة. خلينا نقول لك تاني من أول وجديد، عشان توصل لمرحلة من الصبر مولد سلوك جديد. فكر في نموذج معين وتعلم منه بيعمل ازاي الصبر، وتخيل نفسك ان انت النموذج ده، وحط نفسك في مواقف صعبة وشوف نفسك وانت بتحلها. حط نفسك مع ناس عندك تحدي معاهم، حط نفسك مع اولادك وانت حاسس ما عندك الصبر معاهم. خد بالك انت بتصرف مع مين، لان في حاجة عايزك تعرفها وهكلمك فيها بعدين في حلقات في المستقبل بالتفصيل، ان عقل الانسان بيبني على اخر تجربة. عقل الانسان بيبني على اخر تجربة، يعني انت لو وصلت لمرحلة عندك صداقة مع حد وبعدين حصل حاجة واحدة غلط والمخ يبني لك عليها تفقد الصديق، مع ان بقى عندك صداقة معاه سنين، لان المخ بيبني على اخر تجربة. لو اخر تجربة فيها عصبية المخ هيبني لك على اخر تجربة. خد بالك من حاجة تانية، انت باستمرار هتبقى اكتر واكبر من اللي انت عليه اليوم. يعني لو واحد يقول لك عصبي بكرة هيبقى مجنون، لان المخ لازم يوديك بالانجازات، لازم تكبر لازم تزيد. المخ لا يعي الفشل، فلو انسان فاشل المخ يخليه ناجح في الفشل، انسان عصبي المخ يخليه ناجح في العصبيه. فخد بالك المخ بيفكر ازاي. عشان كده انا هنا عشان نتناقش سوا وافكرك ان المخ في منتهى الحساسيه وفي منتهى السرعه ومنتهى القوه. اعرف ازاي بتعامل مخك ازاي، ومن اول اليوم اشتغل بالتفكير الابداعي واشتغل بالتخيل الابتكاري. عايز حاجه حط نفسك فيها، غمض عينيك شوف نفسك وانت بتحلها، وخليك صعب مع نفسك. يعني ازاي؟ حطك في مواقف صعبه وانت بتحلها وشوف الصبر ده هيوصلك ازاي. وعلى فكره ماجيك جونسون اللي هو بول ماجيك عارفينه بتاع السله، هم بيسالوه في CNN بيقولوا له ليه انت ماجيك؟ قال لهم اكتر من 60% من تدريباتي هنا ذهنيه، انا بغمض عينيا واقيس المسافه بيني وبين السله وانا عمال العب جوايا 60%، بعد كده بروح العبها اتحطت في السله، لان المخ عارف المسافه خلاص. وعلى فكره كلنا بنفكر كده سواء انت عارف ولا مش عارف. لما طلعت العلوم الحديثه زائد البرمجه العصبيه زي الاوتوجينيك اللي هو عمله ايميل كوي ويوهانا شولتز اللي لسه بكلمك عنهم، الناس دول لما وصلوا للمرحله دي احنا اتعلمنا التخيل الابتكاري، يبقى لازم تستخدمه عشان تحسن حياتك. لو عندك اي مشكله مع اولادك بالتخيل الابتكاري شوف نفسك وانت بتتعامل معاهم بمنتهى السهوله وبمنتهى الصبر. عندك مشكله مع حد في العمل شوف نفسك وانت بتتعامل معاه بمنتهى الصبر. فكر باستمرار، خد 10 دقائق، خد نص ساعه بكتير. ازاي ممكن اعمل الصبر؟ زي ما بقول لك هنا، شوف لك مكان يكون هادي محدش هيضايقك فيه لمده على الاقل 10 دقائق. خد نفس عميق وطلعه شويه شويه، مثلا 4-5 مرات لغايه ما ترتاح تماما، وبعدين غمض عينيك وحط نفسك في مواقف انت حاسس ان فيها تحديات فيها في حياتك. حط نفسك في المواقف دي وحلها وكررها اكتر من مره، وخلي الصوره تبقى واضحه بالنسبه لذهنك. تاكد مع الوقت هتلاقي نفسك بتتصرف على اساس الصوره الداخليه. عشان كده عشان حلمك يتحط ويوصل في الفعل ومن الفعل يبقى حقيقه، لازم تتعلم ان الحلم لازم يتحط في الفعل. لما يتحط في الفعل لازم تكون ملتزم ولازم يكون عندك صبر. وافتكر باستمرار زي ما باستمرار بقول لك، افتكر باستمرار عيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك. عيش بالامل، عيش بالايمان، عيش بالصبر، وافضل قيمه الحياه.